بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا معاكم دكتورة هانم خاطر، أستاذ الطفيليات في الفيديوهات السابقة علم الحشرات، وده آخر فيديو في علم الحشرات. أخذنا الأوردر ديبترا والنيماتوسرا والبراتشيسرا والسيلكرافا، دول الثلاثة سب أوردرز بتاعة الديبترا. النهاردة هناخد الباقي الأوردرز، فهندرس فيهم البجز واللايس والفليز. أول أوردر هنبدأ بيه اللي هو الأوردر هيمبترا، هيمبترا اللي هو البجز. فهناخد أول فاملي، الفاملي سيميسيدي اللي هي البيد باجز او بق الفراش، اسمها العلمي سايمكس ليكتولاريز، وده شكلها تبقى شكلها زي الاملة بس كبيرة شوية، بقى لونها بني محمر، بني محمر. بتبقى موجودة دايما من اسمها البيد باج، بتمص دم الناس اللي نايمين، يعني هي اكتف بالليل واكتف during the night. اسمها ايه يا شباب؟ قلناها Nocturnal. Nocturnal يبقى لونها reddish brown flattened oval، وبتبقى wingless. Wingless. Okay. ادي اللايف سايكل بتاعتها. ادي اللي هي الادلت فيميل اللي هي الفيد، بتحط الايجز. بتحط كام ايجز؟ بتحط من 200 الى 500 ايجز في الباتش الواحد. بعد كده الايجز بيحصل لها هاتشنج الى 5 نيمفال انستار. ادي نيمف 1 نيمف 2 3 4 5، بعد كده الادلت اللي هي الانفيد، وادي الفيد. الفيد بتبقى شايفين تبقى بتطول شويه. دورة حياتها بتقعد من 37 ل 120 يوم. طيب هل بتنقل الامراض؟ بما انها بتمص دم هل بتنقل الامراض؟ ده اللي احنا هنعرفه بعد شويه. الاول هي بتعمل اتشنج وانفلاميشن و discomfort و sleepless و anxiety و embarrassment. لم يثبت انها بتنقل الامراض، يعني center of disease control اللي هو CDC نفى ان هي بتنقل الامراض، ولكن هي ممكن يعني لقوا ان هي البيت باج كان carry the causative agents، لقوها شايلة الكوزيتيف ايجنتس دي اللي هي الانثريكس والبلايج والتايفوس تولاريميا يلو فيفر كل الحاجات دي، ولكنها لم تنقلها. مش معنى ان هي شالتها في جسمها، هي مص دم حد مصاب بيها، انما ما عندهاش القدرة انها تنقل اي من هذه الامراض، ولم يثبت بعد انها بتنقل. طيب الفاملي التانية اللي هي سوري الاوردر التاني من الباجز برضو اللي هو الاوردر هيمترا، الفاملي ريجوفيدي اللي هي بقى الترو باج او الوينجد باج، فاميلي ريجوفيد. دي بتبقى حشره كبيره طويله، تشوفوها معانا في العمل، انا جايبها لكم من امريكا. معظمهم بيكونوا بريديتورز، يعني بتتغذى على الحشرات الاخرى، فاسمها الاساسين باج. ولكن هي برضو لسعتها بتلسع، يعني مش بتمص دم. السوبر فاميلي ترايوتومين اللي هي الكونوس باج، الكيستر دي بتتغذى على الفيرتبريت بلاد، بتتغذى طبعا على الهوست اللي بيبقى نايم والهيومن النايمين، بتبقى اكتيف ديورينج نايت، فباسمها برضو نوكتيورنال. زي مين؟ زي البيت باج وزي الارجستيك والميسوستيجماتيك. التراتومين دي من الجينوس تراتوما والرودينيوس وبان سترونجيلس، بتنقل ايه؟ بتنقل الشاجا ديزيز، نوع من البروتوزوا ديزيز اسمه الشاجا ديزيز، للانسان والاذر مامالز. بتبقى موجوده في الساذرن يونايتد ستيتس وارجنتينا وساوث افريكا بصفه عامه، ساوث امريكا هي بتسبب الامريكان تريبانوسومز. الحشرة اسمها كون نوز باج، بتنقل التريبانسوما كروزي اللي هي شكلها سي شيب، هنا زي ما انتم شايفين ما بين خلايا الدم الحمراء، نوع من التريبانسوم اللي هو بتبقى سي شيب. وللأطفال children في، وبتسبب كاردياك ليجن
اللي هي المرض اسمه شاجا ديزيز، فين؟ في سنترال وساوث امريكا. يعني شايفين هنا في كام سي دلوقتي نقدر نربطهم ببعض. التراتوما سانجويسوغا دي بتليها مين الرول في الترانسميشن بتاعة الاكواين انسيفالومايلايتس فيروس. الاوردر الثاني اللي هو السيفونوبترا اللي هو الفليز البراغيث، دي بتتغذى طبعا على الدم، ودي بتبقى temporary ectoparasite زي الباقيين، و non-host specific. صحيح هي بتفضل بعض الحيوانات او الانسان، لكن هي non-host specific. لو ما لقيتش الهوست بتاعها بتمص دم اي حاجة تاني، بتعيش حوالي سنة حتى لو ما كلش الفليز. الاجز بتاعته هنا الفيميل اهي، بتحط الاجز بتحطه في الداستي كورنرز، بتحط من 3 الى 10 اجز ديلي في اليوم. توتال نمبر بيبقى 300 to 500 في كل حياتها. بتحول الى لارفا 1 لارفا 2 لارفا 3. بعد كده الـ L3 بتلف حوالين نفسها خيوط بروتوبلازميك ثريدز كده، وبتتحول الى مش الى بيوبا، اسمها كوكون، ده الاسم الاصح، مش بيوبا، اسمها كوكون زي الشرنقه بتاعه الفراش. وبعد كده بتطلع منها الحشره الكبيره او الادلت. طيب ايه الامبورتنس بتاع الفليز؟ طبعا بغض النظر عن انها بتمص الدم وبتعمل اريتيشن والقلق، انما كل واحده، كل نوع من انواع الفلي بينقل حاجه معينه. الدوج فلي اللي هو المان فلي، سوري المان فلي اللي هو اسمه بيولكس اريتنس، بيولكس اريتنس بينقل الهيمينولي بسنانه، بيبقى كفاينل هوست. وعارفين الهيمينولي بسنانه ده بيبقى فاينل هوست وانترميديت هوست. الجوج الفلي بتاع الجوج اسمه تينو سيفاليدس كينس، ده بينقل الدايبليديوم كاناينم، ده نوع من الستوتس، وبينقل النون باثوجينيك ساب كوتينيوس فيلارويد اللي هي ديفتالونيما ريكونديتم، ولكنه ما بينقلش اللي هي السيريوس وان اللي هي داروفيلاريا امايتس اللي هي بتبقى في الدوج وبتبقى خطيره، لكن هو بينقل النون باثوجينيك وان. في الكات اسمه تينو سيفاليدس فيليز از تينو سيفاليدس كينز، يعني زي اللي قبله اللي هو ده، بينقل كل الحاجات اللي فاتت، بالاضافه الى انه بينقل الفيلاين باربو فيروس اللي هو الفيلاين بان لوكيميا، وكمان بينقل المورين تايفوس، ده نوع من انواع الريكيتسيا، ريكيتسيا تايفوس. الرابط فلي اسمه ايه بقى؟ سبيلوبسيلا كيونيكيولاي، اسمه زينوبسيلا شوبس، زينوبسيلا شوبس اللي هو الاورينتال رات فلي، بينقل الهيمينولي بسنانه والهيمينولي بسديمينيوتا والميرين تايفوس، ده بينقله ما بين الرات وما بين الهيومن، وبينقل البلايك اللي هو بتسببه ارزينيا بيستس اللي هي الباسيلاي، بتبقى multiply and block the gut of the flea ما بين الرات وما بين الهيومن برضه، رايحة الانفكشن جاية. اشمعنى الرات فلي ده اللي هو زينوبسيلا شيوبس هو الوحيد اللي بينقل البليج؟ لانه بيعمل بلوك لل بيبقى multiply في الجت وبيعمل بلوك ليها، فيجي الفلي ياكل مش بيعرف يبلع لان حصل بلوك في الجت، فبيعمل ريجيتيشن فبيرجع تاني الانفكشن على الهوست. الرات فلي برضو اللي هو نورثرن رات فلي اللي هو نوزوبسيلا فاشيتس، بينقل هيميلي بسنانه وديمينيوتا، ونان باثوجينيك تريبانسوما لوزياي للرات. في نوع غريب كده من الفليز اسمه الشيجو فلي اللي هو الجيجر او التانجا بينيترانس، ده ما بقى موجود في التروبيكال كلايمت في الساوث والسنترال امريكا والويست انديز، وده نوع من الفليز بيبقى حجمه صغير ويبقى داخل جوه الجلد، شايفين بيبقى داخل جوه الجلد، بيبقى دينجرس وكومبليت. النوع التاني اللي بيبقى برضو جوه الجلد، بيبقى جوه الجلد اللي هو الاكايندو فاجا جالينيشيا او الستيك تايت فلي، ده ميجور بيست في الدوميستيك تشيكن في ساذرن يونايتد ستيتس،
وبرو into the skin of its host mostly chicken. وكمان ممكن بيصيب ال humans وال cats وال dogs. مشكلته انه في ال heavy infestation بيعمل انيميا blindness with death of the birds if not treated. طيب افكركم بال development of arthropods. احنا قلنا ان هي بتبقى هولو ميتابولا. الميتابولا اللي هي في منها هولو ميتابولا اللي هي complete metamorphosis اللي هو الفيميل تحط eggs larva 1 2 3 وهكذا pupa adult، او ان هو بيبقى هيمي ميتابولا اللي هو incomplete metamorphosis ان الادلت تحط الايجز بعد كده تحول الى لارفا بعد كده النيمف بعد كده ادلتس. طيب هناخد دلوقتي حاجه مختلفه اسمها الاميتابولا. اميتابولا اللي هي مثال ليها اللايس، ودي اخر حاجه هناخدها في الاوردرز. دي بتكون وينجلس و do not go undergo any metamorphosis. فادي الادلت ميل والفيميل، ادي الفيميل لاين ايجز وبتلزقوا في الشعر طبعا مع الام. ادي نيمف 1 نيمف 2 نيمف 3. بتبقى النيمفز شبه بالظبط الادلت، بتغذى على نفس الفود ونفس الهابيتات زي الام. الاوردر في منها تو اوردرز. اوردر اللي هو الاوردر في الثريبترا، الاوردر في الثريبترا اللي هو الامل يعني، في منه تو سب اوردرز. اوردر انوبلورا اللي هي السكينج لايس، اول واحده دول بتوع الهيومن. الهيد لاوس، هيد لاوس، لاوس مفرد لايس. البيتيكولاس هيومانس كابيتس دي امله الراس. البادي لاوس اللي هو البيتيكولاس هومانس هومانس بتبقى دايما موجوده في الكراودد كونديشن، بالذات لما بيبقى في بور هيجين فالانفكشن بتبقى عاليه جدا. الناس اللي بقى في الحروب، الناس اللي هم الهومليس، الريفيوجيز، الناس اللي في البريزنز، اللي في الوار، الناتشرال ديزاستر. بتنقل ايه البادي لاس؟ هي الوحيده بتاعه الهيومن اللي بتنقل الامراض، بتنقل الابيديميك تايفوس والترنش فيفر واللاوس بورن ريلابسينج فيفر. النوع الاخير من الهيومن اسمها البيوبيك لاوس اللي هو الفثرس بيوبس. دي بتبقى الامله بتبقى موجوده في الرموش او في الهير اللي موجود في الجينيتال اللي حوالين الجينيتال اورجنز. دي اكزامبلز من الساكينج لايس بتاعه الهيومن احنا ذكرناهم خلاص. بتاعه البافالو اسمها هيماتوبنس توبركليتس. بتاعت الشيب لينومناثس اوفاليس وبيداليس. بتاعت الهورس اسمها ماتوبنس اسيناي. بتاعت الدوغ اسمها لينومناثس سيتوزيس. كلهم ما بينقلوش امراض، الوحيده اللي بتنقل الامراض هي البادي لاوس بتاعت الهيومن، وبتنقل الثلاث امراض اللي لسه قايلينهم حالا. بتاعت الكاتل اسمها هيماتوبنس ريسترنس، وبتاعت الكاتل برضو اسمها لينوغلاسس فيتو. طيب السب اوردر الثاني من اللايس اسمها مالوفاجا. مالوفاجا دي بايتنج لايس مش ساكنج لايس، دي ما بتمصش دم. بتتغذى على الطيور والمامالز. الماوث بارس بتاعها ادابتد فور تشيوينج، بتاكل انها بايتنج، فبتاكل الابيثيليال ديبريز بتاعت السكين، او بتاكل من الفيذرز بتاعت البيرز والكلوتد بلاد. الامله بتاعت الكاتل اسمها دمالينيا بوفيس، بتاعت الشيب اسمها دمالينيا اوفيس، الاكواين اسمها دمالينيا اكواي. والامل يا جماعه بيبقى فيري فيري هوست سبيسيفيك، فيري فيري هوست سبيسيفيك. يعني الاوردرز اللي خدناها قبل كده بتبقى نون هوست سبيسيفيك، انما دي بتبقى فيري فيري هوست سبيسيفيك سواء كانت بايتنج لايس او ساكينج لايس. دي ترايكوديكتس كانز الامله بتاعت الجوج. اهي ادي الادلتس، ادي الفيميل لاين ايجز بتلزقها طبعا على شعر الجوج. بتحول الى النيمف وبعد كده الادلتس. ودي على فكره بتنقل الدايبليديم كانينم، ده نوع من السدود للجوك. البيردز شهيره جدا اللايس في البيردز، هي بت
مش أمراض قوي إلا في حالة واحدة هنقولها بعد شوية. في حالة الـ heavy infestation بيبقى severe skin irritation, weight loss, و reduced egg production بنسبة 10 لـ 20%، طبعا دي نسبة كبيرة. و اللايس بتبقى زي شايفين بتخلي البيرد الريش بتاعه منكوش، بيبقى ruffled feather كده، بيبقى dull ruffled plumage أو ruffled feather. هي بتقعد بالبيك بتاعها بتقعد تنقر في اللايس فبتعود نفسها. انواعها ايه؟ انواعها اللي في الطيور المينوبونجاليني دي اللي هي شافت لاوش وبتبقى 2 ملم و ليتل ايكونوميك امبورتنس. المينوكانسس ترامينيس دي اللي هي اليلو بودي لاوش، دي بتبقى اخضر وبتبقى عددها كبيره جدا على الحيوانات. الترينوتون انسيناريوم ديت اللي بتنقل الساركونيما ريسيركا، دي اللي هي الهارت وورم بتاعت السوانز والجي. يبقى كده احنا خلصنا الاورلرز بتاعت الحشرات اللي هي الانسكتا. هناخد دلوقتي الكلاس الثانية اللي هي الكراستيشن. كلمتين بساط، الدافنيا. الدافنيا تاخدوها في العملية المورفولوجي بتاعها هنعرف بس هي بتنقل ايه. هي انترميديت هوست للنيماتودز اللي هي الاكواريا والتتراميرز. السايكلوبس ده الانترميديت هوست بتاع الديفلوبوثرم لايتم والدراكانكلاس ميدياتس. الداتوموس ده الانترميديت هوست بتاع الديفلوبوثرم لايتم. وبكده نكون خلصنا الاجزاء بتاعت الحشرات، و نزلت لكم اكتر من فيديو واستمتعت جدا بالوقت اللي قضيته معاكم، واشوفكم على خير ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تحياتي هانم خاطر.